اقول تفيلك يا بابا زنفور. طير مالك، كفو يدك كفو يدك. اقول لك يا فجي وخر عني، اديك بوكس قصر سنونك. ياسر شو السالفة؟ اي سالفة؟ شكوش وش عنده فاصل على كفتة؟ وش فصلوا يا ابن الحلال؟ ما حد فصل ولا شيء. تستهبل انت، ما تسمعهم يتهاوشون من اليوم؟ يا ابن الحلال لا تهاوشوا ولا شيء، يتوهم لك. لا انت شكلك راقد، اقول ريح ريح بس، انا بروح اشوف سالفتهم، اوكي؟ اوكي. ارقد. سكر الباب. العوب يا راشد. هاي اتحداك تصد هذي. جيبه جيبه. هي سلامات، وراك فاصل على كفته. فصلت على كفته؟ هي لا يكون يتبلاني، ما سويت له شيء. تستهبل انت وجهك، توني سامعك تتهاوش انت وياه. اهدى من كذا وتعال نلعب كوره انا وانت وراشد. راشد؟ من راشد ذا؟ ولد حارس المزرعه يا راشد. هي خالي يقول المزرعة فاضية ما فيها أحد. يا أبوي قبل دقيقة قاعدين نلعب هنا والكرة تسطحت، راح يجيبها. من جدك أنت؟ أيوه. من وين راحت الكرة؟ من هنا. همش همش همش. راشد يا راشد. ها مو بهذه الكرة؟ ها وين راشد الحين؟ يا ابوي ايش الهرجة؟ ايش الدم ذا؟ الموضوع شكله كبر، لك ورد الخطب. اهدى اهدى، وش فيك انت؟ شكلك ما نمت زين. الكورة ذي قديمة واضح من الدم. يا ابوي لازم تبلغ الشرطة وخالك يعرف الموضوع. اقول شكش، لا تخرب علينا الطلعة، اوكي؟ خلي الكورة هنا وامشي يلا. بروح ادق على الشرطة. راح ادق على الشرطة. لا يكون يسويها ذا بس. هذه سيارته يطقطق علينا؟ ما عليك منه، اسحب عليه بس امش. بدق على من انت؟ بدق على الشرطة يا حبيبي. دق على كفته شوف وينه. يا ابوي موضوع الولد الخطب. سلامات، انت الى الان موسوس. الى بكره كمان يا ابوي، دخلنا بمصيبه. يا حبيبي اركض، احنا طالعين نستانس، ما احنا طالعين ننفس على بعض. هذا مقلب وهذا موسوس. اهدى يا اخي اهدى، ما لها داعي الحركات دي. هذا اللي يطلع مع مبزره. ياسر ياسر ياسر، ترى نخش في مصيبه كبيره. الشنطه الشنطه.